اكونتك مستق وما بتاخدش ال بي. اخيرا جالك الحل، والحل هو الاسبيت الجديد اللي خلاص نازل مع الباتش ده. هو باتش 13.14. ركز بقى معانا عشان تعرف ايه التغييرات اللي هتحصل في البف وتبقى مواكب العصر وتاخد اكونتك تطلعه بسرعه بقى وتسيبك من الاستك والكلام الفاضي. ونخش بقى في الموضوع على طول، انا ما بحبش الاغي كتير، بس في الاول عايزك تعمل لي فولو على التويتش وتعمل لي لايك على الفيديو ده. يلا بقى نخش على طول ونتكلم على اتروكس اللي هيحصل له باف شكله كده. رايت عايزه ترجع ايام زمان، ايام اتروكس اللي بيخش يعمل 1v5 وعملوا له باف للكيو بتاعته، ودلوقتي الكيو بتاعته هتسكيل احسن بالاي دي والدمج بتاعها هيكون عالي في الليد جيم. واحنا هنا بنتكلم عن 20% دمج زياده، يعني المعلم ده لو لبس اي حد الكيوهات بتاعته في الليد جيم قول عليه الرحمن الرحيم هيموت على طول، مش هيعمر. ده غير ان هما برضه مزودين له الدمج بتاع الكيو بتاعته على المينيونز على اساس بقى ان هو يسبلت بقى ويفرم بسرعه ويكلير ويفا بسرعه، وده هيفرق معاه لو حب يسبلت هياكل المينيون بسرعه جدا. وبما اننا بنتكلم عن التوب لين، في اخر فتره كان جاكس مكتسح التوب لين حرفيا، عشان كده رايت قررت ان هي تعمله نيرف اخيرا، وهنشوف ان الكول داون بتاع الاي بتاعته هتزيد. والزياده دي هتكون ثانيه في كل مراحل الجيم، هي مش هتفرق معاه قوي في الليد جيم لان هو بيكون شاري كول داون ريدكشن كتير، بس هتفرق معاه شويه في الايرلي جيم. برضه المانا اللي انت بتستخدمها عشان تدوس الار بدل ما كانت 50 هتبقى 100. هو اي نعم نيرف مش كبير، بس اكيد اي نيرف بيفرق مع الشامبيون، بس ما اظنش ان الوين ريت بتاعه هيقل قوي. الشامبيون اللي بعده اللي هيحصل له نيرف برضه هو كان هيكرم الفتره اللي فاتت. هيكرم كان ممكن يخش على خمس لعيبه لو كان متفيد يجيبهم بنت كل عادي، وده بسبب الدبليو بتاعته. ليه الدبليو بتاعته؟ لان الدبليو بتاعته بتدي له ماجيك ريزيست وارمور كتيره جدا، فهو بيعرف يبني اتاك دامج ويبني لسانيتي، بيخش وان شوت اي حد وفي نفس الوقت محدش بيعرف يجيب كلاية، بيجيب الداسك بليد بيعرف يختفي وبيعصلك على ما يموت. فرايت قررت ان هي تعمله النيرف للدبليو بتاعته، فنقصت له الامر وماجيك ريزيست اللي هو بياخدهم لما بيدوس دبليو على اساس ان هو يموت بسهوله عن قبل كده. ومعانا برضو ديانا اللي بقى لها فتره كبيره ما بتتلعبش وتعتبر شامبيون من شامبيونز اللي عامله زي زر انه رايت تدي لها باف يطلع هوبا لالا تلاقيه مراكب الميتا بيتلعب كل جيم، رايت تدي لها نيرف على طول تلاقيها ما بتلعبش خالص. فهنا عندنا ايه؟ عندنا باف، يعني ايه يعني هتتلعب هترجع تتلعب فهتلاقيها في كل جيم داخله لك. ايه اللي هيحصل لها؟ دبليو بتاعتها هتبقى الدمج بتاعها اعلى، وفي نفس الوقت الشيل اللي انت بتاخده هيكون اعلى. وبرضه احنا بنتكلم على الزياده في الاي بي سكيلينج، يعني كل ما تشتري اي بي اكتر كل ما الشيل بتاعك يكون اكبر. يعني انسى بقى حكايه ايه التانك ده، يعني انت لازم تشتري اي بي عليها، مش بس الدبليو بتاعتها اللي هتاخد باف، لا ده كمان الاي بتاعتها اللي هي بتعمل داش بيها، يعني بتروح تسحب على الواد بيها دي هتاخد باف، والدمج بتاعها هيزيد 10% من قيمه الاي بي بتاعك. عشان كده بقول لك اوعى تلعب تانك بيها. الشامبيون اللي بعده اللي كان مبهدل الجنجلرز كلهم الفتره اللي فاتت وهو كان كندر، كان شامبيون قوي جدا محدش بيعرف يعمل معاه حاجه، ولو اتفيت والجي جي والبلاي. اه اديت له نيرف بس نيرف غشيم شويه، فدلوقتي هيخش الجيم. يعني هيخش الجيم وانت داخل كده. الهيلث بتاعك بدل ما كان 580 هتخش ب 610. يعني زياده 30 اتش بي. والارمور اللي انت داخل بيه بدل ما كان 29 هيبقى 26، يعني ايه؟ يعني انت هتكون سكويشي. هتكون اضعف عن قبل كده. هتقول لي انا سكويشي اه بس معايا كيو هعرف اتنطط بيها ودش السكيلات، احب اقول لك ان برضه الكيو حصل لها كول داون بتاع الكيو بتاعتك النطه هيزيد ثانيه في كل مراحل الجيم، ومش بس كده ده موت وخراب ديار فقللوا لك الدمج بتاعك. ما اظنش ان اي حد المفروض ان هو يستثمر وقته في لعب كندريد. كندريد ايامه راحت كتر الفتره اللي فاتت، العالم ده اتقلت فتحته خلاص. نيكست عندنا السبورت رين اللي كان عامل ازمه كبيره الفتره اللي فاتت، لان هو كان بيتلعب مع تشامبيون زي سميرة وتشامبيون برضه زي نيلا، وكان بيخش 1v9، فرايت شافته ان هو كان تانك زياده عن اللزوم، فعشان كده هيخش جيم بارمور اقل، بدل ما كان بيخش ب 39 هيبقى بيخش ب 36. مش بس كده، عارف الباسف بتاعتها بتعمل ايه؟ بتسرق ريزيستنس، فالريزيستنس دي اللي انت بتسرقها برضه هتكون اقل، حاسس انت ما بتبقاش تانك قوي وتموت يا عم وتريحنا. نخش بقى للشامبيون اللي بعده هو رينجا. قالوا لك الاتش بي ريجنريشن، يعني انت واقف كده ما بتعملش اي حاجه مش الاتش بي بتاعك بيزيد، هيزيد اقل من قبل كده. والكبيره هنا ان هم قللوا الكريت اللي انت بتعمله بالكيوب بتاعتك، هم عملوا تاخير زمان قوي قالوا الكيوب بتاعت رينجر على طول تعمل كريت، فجم هنا قالوا لك الدمج اللي انت بتعمله بتاعت الكريتايه الكيوب، فبدل ما كانت 95% هتبقى 75%، يعني قللوا لك الدمج بتاعها 20%، وده تغيير كبير جدا. انت بالتالي مش هتعرف وان شوت حد زي الاول، ان اي حد بيلعب برينجر لما بيفتح الار بيدوس كيو قبل ما يموت، فبالتالي بينزل بيدوس كيو بيسقط الدمج على طول الكيو بتاعته وبيوان شوت اي حد. فمع تقليل البيرست ده هيدي فرصه لاي حد ان هو يعمله كاونتر بلاي، فكده الشامبيون هيكون اضعف عن قبل كده. عندنا نيكس اللي هو كارثوس اللي بقاله فتره كبيره راكب الميتا حرفيا في الهاي ايلو. الشامبيون ده لو اتفيل لو سبته عايش هيعمل دمج وهيوان شوت التيم بتاعك، لو قتلته برضه هيوان شوت التيم بتاعك عادي خالص ما عندوش اي مشاكل. قررت ان هي تعمله نيرف، شكلهم كارهين فكره ان هو يتلعب في الليل، لان هو الفتره اللي فاتت كان بيتلعب في الاي دي سي كتير، فهنلاقي ان رايت قالت له الدمج بتاع الكيو بتاعته في الايرلي جيم، بس في المقابل الدمج الكيو
الكيو بتاعه زاد على حوش الجنجل. يعني ايه يعني هم عايزينك يا معلم تلعب قاصص في الجنجل اكتر من البوت واي لينة تانية. ومدينه بفايه صغيره كده الباسيف بتاعت الاي بتاعتك هترجع لك مانا زياده عن قبل كده. انا بعد كده ميليو السبورت اللي تقريبا بتلعب جيم او جيم لا، يعني معظم الجيمات ناس داخل فيها ميليو عادي خالص. اي واحد مش عارف يلعب ايه في السبورت بيخش بيكي ميليو عارفه. هنشوف الدمج الباسيف بتاعتها اللي هي البيرن اللي هي بتعمله، الدمج بتاعه هيقل في كل مراحل الجيم، والنرف ده شديد شويه في الليت، النرف ده شديد فشخ الباسيف بتاعتك في الليت، الباسيف بتاعتك في الليت هتطلع نص دمج تقريبا. مش بس كده ده كمان الموفمنت سبيد بتاعت الاي بتاعتك هتقل برضه في كل مراحل الجيم. هم ناويين يفشخوها خلاص. قلت لك ايه رايت هتمسك شم تقعد تبف فيه لحد ما بيتها يا اما تفشخ فيه لحد ما نشوفوش تاني. هي دي السندره اللي التغيير بتاعها كبير شويه، نقدر نقول عليه كده ان هو ميني ريورد. اول حاجه هتتغير هي الباسيف بتاعتها، لما بتجيب كلاي او اسيست مثلا او حد يموت جنبها الشخص اللي بيموت ده بيتحول لحاجه ثانيه كده وبيطلع يجري يفجر نفسه في التيم بتاعه. هنا حطوا لك حاجتين جواد جامدين جدا. اول حاجه ان الباسيف بتاعتك بتفضل تمشي ورا التيم اللي قدامك حتى لو طلع بره مجال الرؤيه بتاعك. يعني لو عدو حاول يزوق كده ويطلع يجري يسخبه جوه بوش او ينط ورا حيطه الباسيف بتاعتك تفضل ماشيه وراه كانها عارفه مكانه فين بالظبط. ثاني حاجه ودي الجميله ان الباسيف قبل كده كانت بتقف قبل ما تنفجر، فهنا هم شالوا الحته دي والباسيف بتاعتك تفضل تتحرك لحد ما تنفجر ومش هتقف خالص. فبالتالي انت هتعمل دمج وتفجر اكبر عدد ممكن من التيم اللي قدامك. الكيو بتاعتك هيحصل لها بفايه جامده جدا دلوقتي. الكيو بتاعتك لما انت بترميها بترمي تلج في خط مستقيم. الاول التلج بتاعك ده كان بيخش ويعمل سلو الاول عدو تيجي فيه، واي حد واقف ورا الشخص ده ما بيحصلوش سلو دلوقتي. السلو هيجي لاي شخص يدمج بالكيو بتاعتك. يعني انت من الاخر كده لو ضربت الكيو بتاعتك في 5 اشخاص الخمسه هيجي لهم سلو وهيتحركوا ابطا عن قبل كده. مش بس كده ده كمان ادوا لك الامكانيه ان انت تعمل كيو فلاش بليساندرا. فانت لما تعمل كيو فلاش بليساندرا الكيو هتطلع من المكان اللي انت هتفلش فيه، فبالتالي بتدي لك فرصه ان انت تعمل بلايس بقى في التيم فايت وتورينا الاسكيل بتاعتك. هتقول لي خلصت كده البفات؟ احب اقول لك ان في بفايه غشيمه جدا في الار بتاعتها هتخلي ليساندرا تتلعب كل جيم، لا اما تكون بيك لا اما تكون بان. اديني بقول لك اهو من قبل الباتش ما ينزل، عشان لما تنزل قدامك ليساندرا وتفتكر هتفتكر، انت هتفتكر لما تنزل قدامك ليساندرا. الالتيم بتاعتها الهيل اللي انت بتاخده هيزيد، مش بس هيزيد زياده عاديه، انت قبل كده الهيل بتاعك كان بيسكيل الاي بي بنسبه 25% دلوقتي هيبقى 50%، يعني احنا بنتكلم على الضعف. فكده رايت بتشجع الناس اللي تلعب بليساندرا ان هم يلعبوا فول اي بي. لا ولسه كمان في تغيير اخير ان دلوقتي الالتيم بتاعتها هتوقف الدشات. عندنا نيكست هو فولبير الشامبيون اللي بقاله كتير جدا ما بيتلعبش لانه هو ضعيف جدا دلوقتي. رايت حبت ان هي ترجعه تاني للميتا، فهنشوف ان هم مدين له بف للباسيف بتاعته. فدلوقتي الماجيك دامج اللي انت بتعمله هيزيد الاي بي ريشيو، بدل ما كان 40% هيبقى 50%. الباسيف بتاعته هي ايه؟ هي الكهرباء اللي هي بيعملها لما بيضرب اوتو اتاك، بدل 6 اوتو اتاك بتخليه يضرب كهرباء زي كده. الدمج بتاع الكهرباء ده هيزيد. مش بس كده ده كمان الدبليو بتاعتك هتهيل زياده كل ما الاتش بي بتاعك كان اقل. يعني انت كل ما قل الاتش بي بتاعك هتهيل اكتر بالدبليو بتاعتك. عندنا برضه شاكو اللي هيحصل له بف دلوقتي. الكيو بتاعتك هتاخد بف، والبف غشيم شويتين لان هو بفين مش بف واحد. دلوقتي البيس اي دي ريشيو بتاعها هيزيد، بدل ما كان 50% هيبقى 60%. وكمان الضربه اللي انت بتضربها في قفل ولا انت عارف انت لما بتيجي ورا واحد وتضرب فيه اوتو اتاك بتعمل دمج زياده لان هي بتكون باك ستاب. فبونص دمج اللي انت هتعمله بدل ما كان 40% هيبقى 55%، يعني زياده 15%. فبسم الله الرحمن الرحيم كده شكل البفايه غشيمه. برضه صلحوا له بقى كانت عنده في الار، لما بيدوس ار دلوقتي الكلون بياخد البفايه بتاع البراولر كلون، فبالتالي الكلون بتاعك لو انت شال الايتم دي هيبقى الدمج بتاعه اعلى. شوف انا بقى اللي رايت شكلها كده عايزاها تتلعب اتاك دامج او اون هيل، لان الكيو بتاعتها دلوقتي هيحصل لها باف، فالاي دي ريشيو بتاعها هيزيد. هيزيد امتى؟ هيزيد في الليد جيم. مش بس كده ده كمان لما تيجي تدوس على كيو مش هتاخد بس الدمج زياده، ده كمان الاتاك سبيد بتاعك هيكون عالي في اول 2 اوتو اتاك انت بتضربهم. بس علشان تكون الاسكلايه بالانسد شويه فهم زودوا لك الكول داون بتاعتها ثانيه. وعشان تعرف ان رايت فعلا عايزاها تتلعب اون هيل هتلاقي ان الاي بتاعتها دلوقتي فيها حاجه جديده. الحاجه الجديده تعمل ايه بالظبط؟ ان انت بتعمل اون هيت دامج. يعني انت لما بتيجي تدوس اي على واحد وتيجي فيه بعد كده تضربه اوتو اتاك، انت كل اوتو اتاك بتعمله بتطلع دامج زياده بيساوي 1% من الماكسيمم اتش بي بتاع العدو اللي انت بتضربه. الكلام ده على كل 100 اتاك دامج زياده انت شاريها. فلو انت كنت شاري ايتمز اي دي كتير فهتلاقي مثلا معاك 200 او 300 اي دي. 300 اي دي يعني انت كل اوتو اتاك انت بتعمله بيطلع 3% من الماكس اتش بي بتاع الشامبيون اللي قدامك. عشان تتخيلها اكتر وانت بتضرب صاير مثلا 6000 اتش بي انت كل اوتو اتاك انت بتعمله هتطلع دمج الاوتو اتاك بتاعك العادي بس زياده هنا هتطلع 180 دمج زياده. فبالتالي شيفانا هتعرف تتعامل مع التانكات بسهوله اكتر عن قبل كده. عندنا برضو في الجنجل ريكساي اللي كان مكتسح الميتا هيحصل له نيرف، فهنلاقي الدمج اللي انت بتعمله بالدبليو بتاعتك هيقل والنقب اللي انت بتعمله. مش بس كده ده كمان الاي بتاعتك العضه اللي انت بتعضها دي تقريبا اتفشخت فشخه سودا. بدل ما كان البيز دمج بتاعها من 55 ل 75 هتبقى من 5 ل 25، يعني كده البيز دمج بتاعها مفشوخ. يعني انت لو لعبت تانك مش هتطلع دمج بالاي. حلو حلو. طب بالنسبه للسكيلينج فحب اقول لك ان هي كانت ب 85% من البونص اي دي، يعني الاي بتاعتك بتسكيل بس بالايتمز الاي دي اللي انت شاريها، فدلوقتي حولوها ل 70% من التوتال اتاك دمج بتاعك.
يعني 70% من الاتاك دامج الكل بتاعك يعني محسوب ايه؟ يعني محسوب فيه الاتاك دامج اللي انت بتاخده من الايتيمز والاتاك دامج اصلا بتاع ريكساي، ان اصلا ريكساي بيسكيل كل ما الجيم بيطول كل ما ياخد ايه دي. بس بنسبه كبيره ريكساي هيقع من الميتا. نروح بقى لزيراس اللي برضه هيحصل له ميني ريورك، ده مش بفر انا عارف ده اسمه ميني ريورك. الناس بقى بتاعتك بدل ما كنت انت بتخش الجيم معاك 459 مانا هتخش ب 400 بس، وكمان الكول داون بتاعت الباسيف بتاعتك بدل ما كانت 12 ثانيه هتبقى 16. طيب اكيد انت دلوقتي بتقول لي ان هتواجهني اكيد مشاكل في المانا، احب اقول لك ان هم عاملين تريكه جديده كده او حاجه جديده في الباسيف تخليك لما تقتل اي حاجه سواء بقى مينيون او حتى وحش جنجل بترجع لك ثانيتين في الباسيف، فانت وانت قاعد بتفرج في الميد لين هتلاقي الباسيف بتاعتك بترجع لك بسرعه. والتغيير ده معمول عشان الناس تبطل تلعب زيرس في السبورت، لان زيرس في السبورت مش هيفرم، فبالتالي لو لعبت زيرس سبورت هتلاقي المانا بتاعتك بتخلص بسرعه، لو ضربت سكيلايتين السكيلايت التالته مش هتضربها لان مش هيكون معاك مانا، يعني انسى زيرس سبورت دي خالص. نروح بقى نتكلم عن الالتيميت، بما ان رايت اتجننت شويه في تغييرات الالتيميت فهنلاقي برضه الالتيميت بتاعت زيرس هتبقى مجنونه. فبدل ما كنت انت بتضرب 3 ضربات بتسكيل معاك في الليت جيم لخمس ضربات بس، لا ده انت هتضرب من 4 لـ6 ضربات بالالتيميت. يا حلاوه، يعني ايه؟ يعني انت ممكن في الليت جيم لو بتعرف تنشن الالتيميت ممكن توان شوت الاي دي سي او الميد لينر اللي قدامك اصلا بالالتيميت بس، وانت واقف في اخر الماب عادي خالص كنت متفايد. هي اي نعم قالوا لك الدمج اللي انت بتعمله بالالتيميت سنه بسيطه سنه بسيطه بس مش هتفرق معاك لان انت معاك كذا واحده تضربها، وكمان هيضيفوا حاجه حلوه جدا للسكريبت. الناس اللعيبه بزيرس ان انت لو ضربت الالتيميت بتاعتك في تشامبيون الالتيميت اللي بعدها هتعمل دمج اعلى، يعني انت لو عايز تضرب الاربع ضربات كامله الخمسه هتنزل تفرتك نايزك تنزل من السما. يعني اظن اي حد بيلعب في الميد لين دلوقتي يروح يلعب بزيرس وساندرا، هم دول الميد. الفكره ان زيرس مش محتاج ان هو يلعب الجيم، الفكره كلها في البوزيشن بتاعه وتنشينه للسكيلات. يعني انت لو بتعرف تضرب سكيلات والبوزيشن بتاعك بيرفكت هتلاقي نفسك بتكاري 1 في 9 بالشامبيون. عندنا بقى الشامبيون اللي بعده وهي صايره اللي بقى لها كتير جدا ما بتتلعبش، رايت عاد بترجعها تاني دلوقتي الباسيف بتاعتها وهي البلانت. احنا عارفين ان زيرس بتعتمد على النباتات بتاعتها عشان تعمل دمج، فدلوقتي هنشوف ان النباتات بتاعتها بقت تانكي اكتر من الاول، فالدمج اللي بتاخده النباتات من السكيلات الاي او اي هيكون اقل، يعني اي حد هيضرب النبات بتاعك سكيلات مش هيموت زي الاول، بس عشان ما تكونش النباتات تانك وما بتموتش فهم زودوا الدمج اللي النباتات بتاخده من الاوتو اتاك، وكمان خلوا الدمج اللي بتعمله النباتات بتاعتك على وحوش الجنجل تبقى بتسكيل معاك بالليفل. يعني انت بكل ما كان ليفلك اعلى كل ما النباتات بتاعتك هتعمل دمج اعلى على وحوش الجنجل. نيكس عندنا الدبليو بتاعتها، دلوقتي لما بتحط دبليو بدل ما كنت بتحط بذره واحده هتحط بذرتين، يعني بدل ما كنت بتحط بلانتاي واحده بتحط 2 بلانت، يعني ضعف الدمج، ودي حاجه جميله جدا جدا جدا. مش بس كده، ده كمان الاي بتاعتك لما بتيجي تدوس عليها قبل كده بتقفل لك الفلاش، يعني انت لما بتيجي تدوس على الاي بتبقى بستاند في مكانك ما بتعرفش تتحرك ولا تعمل اي حاجه. دلوقتي هتتيح لك الامكانيه ان انت تفلش، يعني ايه؟ يعني انت ممكن تخش بقى في التيم فايز تورينا الكومبوهات بتاعتك الاي فلاش والحركات، وبرده الالتيميت بتاعتها هيحصل لها باف، ودلوقتي هتعمل دمج اسرع على قبل كده. كده تغييرات الشامبيونز خلصت، ونروح بقى للتغييرات الاهم وهي تغييرات الايتيم. واول ايتيم هتتغير معانا هي البراولر كلو اللي محدش بقى بيشتريها من بعد ما الايتيم دي بقت ليجندري والداش بتاعها اتشال، فعشان كده رايت زودت لها لسانتي 4. عندنا باف حلو جدا للسيركس جيج اللي هنشوف ان ثمنها نزل 100 جول، مش بس كده ده كمان الاتش بي بتاعها ارتفع 50 اتش بي، وكده يبقى اكيد الايتيم دي هتشوفها تالت ايتيمز على معظم الفايتر. الجوست برضه هتتغير معانا في الباتش ده، وهنشوف ان مدتها بدل ما كانت 10 ثواني هتبقى 14 ثانيه، يعني زياده 4 ثواني، وعشان ما تكونش بروكن ان هنا رايت شالت فيها الميكانكس اللي كانت بتخليك كل ما تجيب كلات واسس كانت بتزود لك مده الجوست، وبكده نقول ان دلوقتي الجوست بقت مده ثابته 14 ثانيه. نروح بقى التغييرات اللي هتحصل للايتيم الميثيك، وهنشوف دلوقتي ان الجيل فورس هيحصل لها نيرف، والكول داون بتاعها هيزيد 30 ثانيه. برضه عندنا الانفينيتي ايدج اللي محدش كان بيشتريها خالص هنشوف ليها باص، واللي هنشوف ان الكريتيكال سترايك دامج بتاعك بدل ما كان 35% هيبقى 40%، بس عشان ما تكونش بروكن قوي قالوا لك الاتاك دامج بتاعها من 70 لـ65. الستاتيك شيف هتاخد نيرف في الليت جيم، بس النيرف ده جاي للدمج بتاعها على المينيون، يعني انت في الليت جيم الكهرباء اللي انت بتعملها مش هتكون بنفس قوه قبل كده. انفينيتي فورس وهي كانت ايتم بروكن جدا كانت اقوى ايتم موجوده الفتره اللي فاتت كامله هيحصل لها نيرف اخيرا في الباتش ده. هنشوف الاتاك سبيد اللي بتديه ايتم قل 2%، وعدد الاستكات بتاعتها بدل ما كانت 5 هتبقى 3، بس البيز اتاك دامج اللي انت بتاخده وكل استكايه بدل ما كان 4% هيبقى 6%، والتغيير ده يعتبر بف للشامبيونز اللي بتعمل بيرست حد زي كميل مثلا، اللي هي لما بتيجي تخش تلزعك على قفاك بالكيو بعد كده بتعمل ديسنجيج وتخش عليك كمان مره، والحركات اللي هي بتعملها دي ده بالنسبه لها التغيير بتاع التراي فورس بف، بينما الشامبيونز الاي دي سي اللي بيفضل يضرب اكتر من اوتو اتاك ويجمع الاستكس كامله فبالنسبه له التغيير ده هيكون نيرف، يعني مثلا الاي دي سي هات اللي كانت بتشيل التراي فورس الفتره اللي فاتت التغيير ده بالنسبه لها هيبقى نيرف. الراندون اومن هيحصل لها باف، والايتم دي معروفه ان هي ايتم تانك مليانه ارمور وبتشتريها لو لقيت قدامك ناس كتيره بتعمل كريت، فهي بتعمل ايه؟ بتقلل لك الدمج اللي انت بتاخده من الكريتات، فبدل ما كان بتقلله لك بنسبه 20% هتبقى بتقلله لك بنسبه 25%. برضه عندنا ايتم الماجيك ريزيستنس بيرث فيساج هيحصل لها باف، فدلوقتي الماجيك ريزيستنس اللي بتديه بدل ما كان 50 هيبقى 60، السبيرت اوف شو
هيدروجين برضو جاي لها باف جميل جدا سعرها هيقل 100 جول وهتديك 50 اتش بي زياده. بالنسبه للباف فالترو دامج اللي انت بتعمله وانت معاك للباف في الليت جيم هيبقى اقل، والسلو هيكون زياده لو انت تشامبيون ميلي تضرب من قريب في الايرلي جيم. البلو باف هيحصل لها باف، فبدل ما كانت بتديك 10 ابيليتي هيس ثابته على مدار الجيم هتبقى بتسكيل معاك بالليفل لحد ما بتوصل معاك في الليت جيم ل 20 ابيليتي هيس، وده باف كبير جدا للميدنس اللي بيلعبوا بالميجز. مود ال 2v2v2 اللي الناس كلها هتلعب فيه عشان تفصل من ليج هينزل اخيرا في الباتش ده. برضه لازم اقول لك ان الباتش ده هيحصل فيه تغيير كبير للاكسيوم ارك، هتلاقي الفيديو بتاعه قدامك ده. دلوقتي الاكسيوم ارك هتبقى بتسكيل باللي سبب فيه الشامبيون الجديد برضه نازل في الباتش ده، ادوس على الفيديو قدامك ده لو عايز تعرف سكيلاتها.